جمعت ما بين كل ما هو حسن، ليس مجرد وجه جميل بل عقل مفكر وروح ملهمة. أبهرتنا بذكائها وإبداعتها وإنجازاتها، شكلت نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة، فكانت إماماً للنساء لتحقيق أحلامهن. سيدة الأعمال دينا غبور بدأت رحلتها العملية وهي في العشرينات من عمرها، حيث انضمت إلى شركة غبور في مكتب صغير بالأليوبية وحققت نجاحات مذهلة. لكن وفاة والدتها كان لها بالغ الأثر عليها، فتركت دينا عملها وانطوت قليلاً فتركت العمل، لكنها سرعان ما رفضت الاستسلام وعادت أقوى مما كانت. من المنزل إلى شركة حالاً للتكنولوجيا المالية بدأت تستعيد دينا ما فاتها، لكن الحياة عادت تشاكسها مرة أخرى بوفاة والدها. عندي حتة كده إن أنا ما بسيبش نفسي خالص، يعني بقى بس يعني بعرف أقوم نفسي ده. لكنها آمنت أن من المحن تولد المنح، فعادت دينا غبور وأكملت مسيرة الأب. من خلال إدارتها لمؤسسة غبور للتنمية وهدفها الأساسي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال تطوير منظومة التعليم الفني وشغفها بتعليم الآلاف من الشباب وتطوير مهاراتهم. القلب طيب ينبض بالحب والعطاء، واليد بيضاء تمتد لمد العون والمساعدة، والنموذج يحتذى به والمثال يقتضى به، والسيرة حفرت في كتب التاريخ، ورؤوف وعلا الآن فخورين بك. Bring it back.